السلام عليكم، انا مصطفى جلال. فيديو النهارده ان شاء الله هنرسم بالوان الاكريليك والخامات المطلوبه، فرشه والوان اكريليك طبعا، وباليتة لدمج الالوان عليها، وكوبايتين ميه، كوبايه لدمج الالوان وكوبايه تانيه لغسل الفرش، والقماش اللي هنرسم عليه سواء قميص او تيشرت. يلا بينا نشوف هنرسم ايه. Thank you.
وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم على المتابعة، وما تنسوش اللايك وكومنت برأيكم على الفيديو واشتراك في القناة عشان نوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.